من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة سنتدارس المصدرين اللذين يختلفان من المصادر الثلاثة التي سبق ذكرها، فها هما العقل الصريح والفطرة السليمة. فهذان المصدران قد يعرف الإنسان خلالهما عقيدة التوحيد. ومن الجدير بالذكر أن العقل مصدر لمعرفة الدين، إلا أنه ليس بمستقل، بل هو محتاج إلى الدليل الشرعي من الكتاب والسنة لهدايته. قال ابن تيمية: لا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين، كما في الصارم المسلول. وقال أيضا: ما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس، أو يفهمون منها معنى باطلا، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة، كما في مجموع الفتاوى. وقال أبو القاسم الأصبهاني: أما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه، وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفا لهم تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق. ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل، وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني، وهو واحد زمانه في المعرفة: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتت بهما وإلا رددته في نحرها أو كلاماً هذا معناه، كما في الحجة في بيان المحجة. الفطرة السليمة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وبهذه نعرف أن الفطرة السوية هي كون فطرة الإنسان على قبول الإسلام وإدراك الحق والاستعداد لتوحيد رب العالمين. قال ابن تيمية الحراني: الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس، وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة، كما في مجموع الفتاوى. والفطرة السليمة ترشد المرأة إلى أصول الإيمان بالله وتهديه إلى التوحيد دون أي برهان،
ومصداق هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. كما في صحيح مسلم: التنبيه، العقل والفطرة من دلائل التوحيد، غير أنه لا تقوم الحجة على بني آدم إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب وقطع العذر. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا عذاب إلا بعد إرسال الرسل وقطع العذر وإقامة الحجة، كما في كتاب تسهيل العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الله ابن العزيز الجبرين. إن شاء الله تعالى نواصل في حلقتنا التالية.